قياس مئات العائلات العرسلية الناسحة خوفا من هجمات الإرهابيين. بلياس بدورة سلكت طريق الشهادة من عرسال مع استشهاد العريف إبراهيم العموري. تقرير للزميلة رويدة الصفدي، من تابعه سوا. عندي شباب اثنين عم يقولوا لي أمي ترد علينا، ما عم يخلوني يطلعوا. الشباب ما عم يخلوني يطلعوا. نحن حمينا الشعب السوري، حمينا اللي يجوا لعنا نازحين أطفال. نحن عملنا بضميرنا بوجداننا. استقبلنا الأطفال عم تنزف دم، استقبلنا القتلة، ما له هيك بيتجازوا أهل عرسال. هلا عم بيقولوا لنا في مستشفى ميداني بعرسال، القتلة بالأرض، الجرحى بالأرض. حرام يتخلوا علينا بهالطريقة. نحن منا غزة، نحن حولونا لغزة تانية. هن عم يدبروا للخطة هوي من زمان، بدهم يخربوا منطقة البقوع كل. شو عم يطلعوا غناني جبنا الانتصار لعيونك بشار لقاشها. والله انت لولا بتشوفي هذه الاولاد اللي عم يموتوا لحتى تتركي كل العلم وتهربه. نحن منا خايفين على روحنا انه هاكي نندبح هكا، بس نحن خايفين على الاطفال اللي بعد ما شافوا شيء من الدنيا، لانه هذا جزات نحن ما حضرناهن وطعميناهن. اللي ما بيغار عيب بلده، عمين بده يغار الواحد؟ عمين بده يغار؟ إذا نحن ما حضرنا بعضنا، مين بده يحضني؟ نحن ما كنا ضد حزب الله. نحن كلتنا أيدنا لحسن نصر الله بحرب تموز. كلتنا حضرناه، وبيعرفوا إن حق المارفي خلين يطلعوا لعند أهله وأهله المناطق كلتنا، مين حضنه؟ أهل عرسال المضيافين لم يتوقعوا بليل وضحاها إنه يتحولوا إلى نازحين، وإلى قب الياس كانت الوجهة. ومرة جديدة يدفع المدنيين الأبرياء ضريبة مخطط إرهابي حاقد. شو الجماعة مسلحة وتحتن الجيش، بعد ساعتين سكر طريقه وصاروا يضربوا على عرسي. جناينا لرب اللي خلقنا جناينا، هالشي ما صار بالسكان كله. بنت انشقف الشقفتاين، ابن عمها قتل، عمها كمان الصواب، امها الصوابت، اختها الصوابت. هالشيء ما هو بالعقل هادي. كيف بدي شوف بلدي عم تتدمر انا وابن بلدي عم ينقتل قدامي وعم ينعمل المجازر؟ وكيف ما يعني بده ينسم بدني وما بده هادي؟ ما بدي ارجع على ضيعتنا، ما بدي شيء. خلينا يفلوا من ضيعتنا ويتركونا بحولنا، بدنا نرجع على ضيعتنا. لا خليهم يتركونا بحولنا. الكبار كلهم ما فعلوا يطلع، ما حدا طلع غير انه اللي عنده اولاد طلع اولاده وطال. والله نحن طلعنا من بيتنا غصبا عنا، ضلينا صامدين لاخر لحظه. اخر شيء هربنا عم بتعمي تحت بيتنا طبق الفوانه، اجا في قذيفتين على لحظه زامتوا 9 اولاد. الغريب العدو استقبلنا، ما راح نستقبل ابن بلدنا نحن؟ لا والله، بنحطنا على الراس بنقعد برا بنقعدهم ببيوتنا نحن، ما راح نقول لهم لا. مين ما اجى بده يجي بنعرسين نحن مستقبل. يحمي الجميع، كان المواطنين وان كان الجيش، هودي اولادنا وهودي اولادنا. الله يسلم الجميع. وما بنرضى انه عرسال تكون بؤره للارهاب، هذا اهم شيء. عرسال ما انا بؤره ارهاب. عرسال كل الناس بتعرف عرسال هي ام المقاومه. الدوله قصرت كمان، ما لازم يخليهم يفوتوا هيك هالفوته كلها سوا. مزبوط عم بحكي ولا لا؟ كيف بلد مستقل لحاله بيخلوا الدنيا تفوت عليه، ما يعرفوا هيدا مين وهيدا مين؟ مش غلط ايه؟ غلط ولا مش غلط؟ Oh,
أما ضريبة الهجوم على الجيش فكانت حصيلتها عدد من الشهداء، ومن الشهيد الأول يلي روى الدماء تراب قب الياس، العريف إبراهيم محمد العموري. ابني شاب عمره 30 سنة، وهذيك الشقة له خالصة، بده يردوا العروس بعد يمكن بعد 20 يوم أو 25 يوم، وعيد عندنا وراح، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا، أنا يا شهيد الحمد لله. كنت جاي أحضر عرسه، كنت جاي أحضر عرسه، وهيدي حسرة بقلبي. الحمد لله بس قدم شهادة للوطن وأنا فدا الوطن. عيب يحكي بهالبلد على سني ومسيحي، خي استشهد هو ومسيحي وشيعي ودغزي، حرام والله حرام. مستعدين نرجع على المؤسسة العسكرية ونقدم دم مثلا على المؤسسة العسكرية. هاي المؤسسة الوحيدة هي لأن هي بعد لأن هي بعد لأن. الحمد لله قدمت لله وللوطن، والله يحمي الباقيين يا رب يا رب. وكتير صعبة كتير صعبة فراقهم كتير، بس يطلبوا من الله يصبرهم، وهو اللي يصبروا ليعين ويحمي الباقيين يا رب يا رب. الله يردن لأهلين سالمين. نحن عندنا شهيد بالجيش اللبناني هو العريف إبراهيم العموري. نحن نفتخر بهالشهادة لأن هاي شهادة عز. بنود المخطط الإرهابي اللي استهدف أهالي عرسال والجيش قائم على فكر سفك دماء الشرفاء وتهجير الأبرياء، ولكن الأيادي الإرهابية اللي كتبتها البنود المشبعة بالحقد نسيت ثلاثية شرف تضحية وفاء يلي كانت ورح تبقى بالمرصاد. نحن اهل الجيش، نحن ربع الجيش، بس الجيش يكون الجيش يكون يعادي العاد للجيش، الجيش يعادي. نحن ضد الجيش؟ نحن لا، نحن من ضد الجيش، نحن عراسنا الجيش هو اللي بيحميني. يا سيدنا الجيش عيننا وراسنا، وكلنا بنحمي الجيش بدمنا وبروحنا، بس ما هو هيك بتعامل اهل عرسال؟ ما هو هيك بنتبادل؟ صوروا انه عرسال كانها ارهابيه، عرسال ما لها شيء ارهابيه، طول عمرها مع الجيش، ما حدا كان مع الجيش قد عرسال واهل عرسال، يعني اللي اكلينا بهالمعركه كلها هو الجيش واهل عرسال. ابو بكر البغدادي داعش من فوق، سيد حسن وحزبه من تحت، والجيش هو اللي بالنص. نحن ما ضد الجيش، بالعكس الله الوكيل، نحن عم ندفع مصاري لحتى ندخل ابننا بالجيش، والدولة بتعرف هذا الشيء. نحن عم ندفع مصاري وعم هذا، نحن اللي ضد الجيش هون، نحن ضده، نحن ضده. على الأرض كلياتنا موحدين، كل الطوائف موحدة، حاجة بيلعبوا بهالشعب باسم الطائفية والمذهبية. ما حدا في زيد عم حبة الجيش على حدا، كليتنا مع الجيش وكليتنا منحب الجيش، ويا ريت نحن شو بنقدر نعمل لحتى نقول له لهالجيش نحن معك ومنحبك نحن حاضرين.